منتصف الليل في القاهرة، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر. أهلا بكم. دشن التيار الشعبي المصري انطلاقته الأولى في مؤتمر أمام قصر عابدين وسط القاهرة في حضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنانين والشباب. وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والمرشح الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق إن التيار سيعمل لبناء قوة وطنية تسعى لاستكمال الثورة، مضيفا خلال كلمته بالمؤتمر أن التيارات المدنية أخطأت بعدم التحالف من قبل، متعهدا بالنضال من أجل الوصول إلى دستور لكل المصريين. تسلمت السلطات المصرية 3 جثث للمشاركين في الهجوم على القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية. وكان مصدر أمني قد أكد أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب عدد آخر في الهجوم الذي شنه مسلحون تسللوا من سيناء إلى إسرائيل وقتلوا خلاله 3 من المهاجمين. تظاهر العشرات أمام السفارة الفرنسية في الجيزة احتجاجا على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها مجلة فرنسية، فيما كثفت قوات الأمن من انتشارها أمام السفارة الفرنسية بالقاهرة تحسبا لأية أعمال عنف. من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب النور والأصالة وحزب وحركة حازمون عدم المشاركة في هذه المظاهرة. من جانبه تفقد محافظ الجيزة علي عبد الرحمن المظاهرات أمام السفارة الفرنسية للاطمئنان على حماية قوات الأمن لهم وللمنشآت. وفي تصريحات للجزيرة مباشر مصر أشاد المحافظ بسلمية المظاهرة وأكد على عدم تعرض قوات الأمن لأي متظاهر. وقال المحافظ إن حماية السفارات والمنشآت الدبلوماسية واجب على قوات الأمن ولا يعتمد على طلب السفارة. عندنا احتجاجات وعندنا ملاحظات وعندنا وجهة نظر بنبديها في إطار سلمي لا نتعرض لملكيات خاصة أو عامة، ودي حضارة شعب مصر. المواطنين بيتحملوا بعض المشاكل في من حيث تحويل الحركة المرورية إلى شوارع أخرى، وده احنا بنحاول نيسر للمواطن أنه يصل. كما خرج العشرات في محافظة الإسكندرية في مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى القنصلية الفرنسية عاقب صلاة الجمعة احتجاجا على نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلة فرنسية. طلب المتظاهرون بطرد السفيرين الفرنسي والأمريكي والضغط على حكومة بلديهما لتقديم اعتذار عما نشر في المجلة وعن الفيلم المسيء للرسول الكريم. قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء تنظيم إضراب جزئي أول أكتوبر المقبل لمطالبة الحكومة بإقرار مشروع الكدر الخاص بالأطباء. وقال أمين عام النقابة الدكتور عبد الفتاح رزق إن النقابة لن تتنازل عن مشروع كدر مالي وإداري للأطباء أسوة بأساتذة الجامعة والقضاة وهيئات الشرطة والهيئات الدبلوماسية. وأكد عبد الرازق أن لجنة الكدر بوزارة الصحة توصلت إلى مشروع يضمن زيادة راتب الطبيب إلى 3000 جنيه. اللجنة المقترحة ونريد كما كتبنا وكما قررنا حرفا حرفا لا تغيير فيه كما أقررتم اليوم، لا نريد مفاوضات حول الكادر. فاوضنا كثيرا، تكلمنا كثيرا على مر سنوات وعلى مر الشهور الماضية. قرار الجمعية العمومية نافذ، وما على النقابة العامة إلا تنفيذه. الإضراب كما قلنا. ومعي عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل الدكتور أحمد لطفي المتحدث باسم نقابة الأطباء. دكتور، أريد أن أفهم منك أولا، أمين عام النقابة تحدث بالفعل إلى أن لجنة الكدر توصلت إلى مشروع يضمن زيادة الراتب إلى 3000 جنيه، وأنتم تتحدثون عن إضراب جزئي، هل معنى ذلك أن هذا الاتفاق غير مرضٍ بالنسبة لكم؟ لا، هو الحقيقة توضيحا للسادة المشاهدين، المشروع ده مشروع مقترح من النقابة وتم تقديمه لمجلس الشعب من فترة طويلة قبل ما يحكم محله. حتى الآن هذا المشروع لم يقر وفي طور التفاوض والنقاش مع الحكومة. فالحقيقة النقابة والأطباء لمسوا إن في نوع من أنواع عدم الاهتمام بالأطباء، خاصة من بعد الثورة والمعاناة اللي الأطباء عايشين فيها وعزيزات السكن عليهم في المستشفيات. فاجتمعت الجمعية العمومية النهاردة وقررت إن يكون في إضراب جزئي
يبدأ من يوم 1 أكتوبر في العيادات الخارجية والعيادات الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة والحضانات والغسيل الكلوي وما شابه كل حالات الطوارئ مستثناة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لحين وضع يعني جدول زمني واضح لإقرار هذا المشروع من الناحية الإدارية والمالية معا، لأنه للأسف خطأ يصور للأطباء ويصور الأطباء يطالبون مطلب فئوي في حين أن الأطباء يطالبون بأن يخرجوا من تحت وطأة القانون 547 لسنة 78 للعاملين المدنيين بالدولة، والذي لا يراعي الظروف المهنية التي يعمل تحتها الأطباء والعاملين بالصحة ويعاملهم كالموظفين العاملين على المكاتب. نعم، لكن هناك من يرى دكتور أحمد لطفي أن هذا الإضراب حتى لو استثنى الحالات التي تحدثت عنها، في النهاية من يقع ضحيته هو شخص مريض قليل الحيلة وهو الآخر يبحث عن رعاية صحية، فكيف ترون هذا الأمر؟ واقعيا ما يحدث في الأطباء مما حدث في إضرابات تمت في العام الماضي وقبل الماضي، ما يحدث أنه يتم تحويل كل الحالات يعني شبه بنسبة 90-95% إلى الاستقبال، والأطباء المغربين يتحولوا من العمل في العيادات الخارجية إلى الاستقبال، لأن مهما حدث الأطباء يعلمون أن هذه مهنة ثانية ولا يمكن أن يتم يعني أن ينتج عن هذا الإضراب إزاء مريض. لكن هي رسالة أو كارت أصفر للحكومة بأن انظروا إلى الأطباء ولا أحد بهم طبيب، يعني لك يا سيدتي أن تعلمي أن طبيب التكليف المعين أساسي الراتب 236 جنيه بعد البدلات والحوافز اللي بتتأخر عليه واللي بيتعب على ما يتقاضاها بيوصل إلى 500 إلى 600 جنيه، في حين إنه طبيب قاعد يدرس 7 سنين وتعب وجد وممكن يكون مقابل ليه فئة أخرى في المجتمع أقل تعليما وأقل تعبا ويكون المرتب الذي يتقاضاه 5 أو 6 أضعاف هذا المرتب. نعم، لكن دكتور كيف ترون قدراتكم على الضغط من أجل تحقيق مطالبكم، وإلى أي مدى يمكن لمثل هذا الإضراب أن يصمد في ظل حتى الضغط الإنساني الذي تتعرضون له من المرضى؟ أنا أحب أن أؤكد للمرضى أن هذا الإضراب أو هذا الضغط هو من مصلحة المرضى، لأن الجمعية العمومية السابقة في إبريل الطارئة أيضا في إبريل 2012 الجمعية العمومية اليوم أكدت على أن مطالب الأطباء تتمثل في 3 نقاط، ليس الكادر هو الأساس فيها أو الأول، ولكن هو الواحد رقم واحد فيها وزيادة ميزانية الصحة حتى يكون هناك تمويل للخدمات المقدمة. لك أن تعلمي أن الأدوية الموجودة في المستشفيات تنفذ في يوم 5 إلى 10 شهريا، الاستقبال والطوارئ في أغلب المستشفيات والرعايات ضعيفة وتحتاج إلى تأهيل وتجديد، فإحنا نطالب بزيادة ميزانية الصحة سواء كانت على زيادة متدرجة. المطلب الثاني وهو توفير التأمين الكامل والجيد للمستشفيات، وزارة الداخلية وزارة الصحة اتفقوا على بروتوكول تعاون لإنشاء إدارة إدارة في وزارة الداخلية لحماية المستشفيات، شرطة المستشفيات أو شرطة المؤسسات الصحية، لكن حتى الآن لم يتم دخلها بتفعيل جيد. النقطة الثالثة وهي إقرار كادر للأطباء، وليعلم الجميع أن الأطباء مستعدون أن يقبلوا بالكادر الإداري والإداري والوظيفي حاليا على أن يأخذوا الوظيفة بتنفيذ هذا الكادر حتى ولو مع الميزانية الجديدة، ولكن يعني يتم إقرار هذا الكادر وننتظر تنفيذه، لأن الأطباء بواجههم يعلمون الضائقة المالية التي يمر بها الاقتصاد المصري. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد لطفي المتحدث باسم نقابة الأطباء. وإلى خبر آخر، حيث أعلن محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال عن استكمال الحملة الفنية لإعادة رسم الجرافيتي لصور الشهداء وأحداث الثورة لتوثيق إبداعات ثورة 25 من يناير. وكان المحافظ قد قرر الخميس الماضي إيقاف طلاء الأسوار التي تحوي رسوم الجرافيتي في محيط ميدان التحرير، وقال إن إزالة الرسوم تم على سبيل الخطأ. وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على تحويل الميدان لساحة تليق بشهداء الثورة. انتهى الموجز. للمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع قناة الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت، ويمكنكم أيضا متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. ونتلقى تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.